مرحبا بكم معايا البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة ضد التجاعيد، وصفة كتعالج التجاعيد 100%. نتيجتها رائعة والمكونات ديالها بسيطة كيف العادة. كيف ما ديما معوداكم كنجيب لكم مكونات بسيطة ولكن النتيجة ديالها راها رائعة. غادي ندوزو المكونات مباشرة. عندنا بيضة، هاد البيضة هادي غادي نحتاجو غير الصفر ديالها. عندنا زيت الزيتون، وعندنا عصير ديال الليمون. علاش حطيت هكا الليمون مصيبه؟ لان مازال غادي نصيبو واحد القماش قبل من الوصفه. في القماش غادي نحتاجو فيه غير الليمون بوحدو. في الاول غادي ناخدو الليمون بحال هكا، كنديرو به قماش. هاد الليمون هذا كنديرو به قماج للوجه ديالنا بوحدو، ما فيه حتى شي حاجه، كنديرو به قماج هكا، كنبقاو ندورو على وجهنا هكا 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 بحال هكا بطريقه دائريه، يعني باش نديرو الدوره الدمويه وداك الشيء، نحركو الدوره الدمويه مزيان. كنبقاو واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق وحنا كنديرو قماج بهاد الليمون. هاد الليمون راه زوين، هو كيحيد التجاعيد بوحدو. هاد القماش كيحيد التجاعيد، نقدروا نديروا من فوقه اي حاجه، نقدروا نديروا من فوقه غير الزيت، كيعطي نتيجه زوينه وزوينه بزاف. هاد الليمون هذا ديما ديروه لوجوهكم، يعني هاد الليمون او الليمون الحار كلهم راهم مزيان، يعني الليمون العادي اللي كناكلو او الليمون الحار بجوج راهم مزيانين للوجه، وحتى الحامض الليمون الحامض حتى هو راه زوين. المهم الليمون، انا كنهضر على البرتقال، ما كنهضرش على السيترون، يعني البرتقال اللي ديري اليوم، ولكن تقدروا ديروا حتى السيترون راه كيعطي نتيجه زوينه. هو بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم حساسيه يعني وكيحرقهم السيترون وهذا، يديروا الليمون، والليمون راه كيعطي نتيجه زوينه وزوينه بزاف. كما قلت لكم كنديروا به قماش هو الاول واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق، كينشف لينا وجهنا شويه، وكنغسلوه كنغسلوه وكنمسحوه، يعني كنشفوه شويه. عاد كندوزو للوصفه اللي غادي ندير لكم ديال التجاعيد. دابا غادي ندوزو للوصفه ديال اليوم. غادي نفصلو البيض، يعني نحيدو البيض ونخليو الصفر هو اللي محتاجين ليه. حتى هاد البيض زوين للبشره، مازال كاينين وصفات بالبيض بوحدو حتى هو. كناخدو معلقه ديال زيت الزيتون، يعني كنديرو اصفر البيض مع معلقه ديال زيت الزيتون، وكنديرو معلقه ديال الليمون. كنخلطو مزيان حتى كيتجانسو لينا العناصر مزيان. نحيد هاد البيض هذا هدايا، هاكا كنبقاو نخلطو واحد شويه حتى كيرجع لينا كريم، كيتجانسو المكونات مع بعضياتهم هاكا بهاد الطريقه هادي. حنا محتاجين ليه بحال هاكا. هاد الوصفه البنات راه نتيجتها رائعه ورائعه بزاف، يعني تقدر ديرها البنت اللي مازال ما بداوش فيها التجاعيد، والبنت اللي عاد بادين فيها التجاعيد، لجميع الاعمار، حتى السيده اللي عندها 60 وعندها حتى فوق 70، جميع الاعمار كيديروا هذه الوصفه هذه، كتعطي نتيجه رائعه 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 بزاف. جربوها، جربوها البنات وردوا عليا الخبر في الكومنتير. انا راه ديما كنقلب على وصفات اللي هما زوينين وفعالين ومجربين، لاني كنقلب على متتبعين حقيقيين، وبغيت اللي جرب شي وصفه ديالي تعجبو ويرجع عاوتاني يتفرج في القناه ديالي. وانا كنوعدكم اني غنجيب وصفات رائعين وكلهم غادي يعجبوكم. صافي دابا راه بدينا كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا، لان حنا محتاجين لي يولي لينا كريم، يعني باش نتاكدوا ان العناصر كلهم جانتو مع بعضياتهم. ماشي بزاف، غير واحد يعني واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق بحال هكا، ولا 4 دقائق نبقاو نخلطو فيه حتى يتجانسو مع بعضياتهم، كياخذوا يعني واحد الوقت عاد باش كنستعملوهم. صافي كيف ما قلت لكم، ملي كنديرو القماش بهاد الليمون الوجه ديالنا كنمسحوه،
كنغسلوه كنمسحوه كنشفوه مزيان، كنطبقوا هذا الماسك هذا لمدة 20 دقيقة، كنطبقوه لمدة 20 دقيقة في الوجه ديالنا، وكنغسلوه بالماء عادي بالماء عادي وكنشفوه. من بعد تقدري ديري ليه زيت الزيتون، تقدري تمسحيه بماء ورد، حتى ما ورد اصلا كيعطي نتيجه زوينه ديال التجاعيد. الوصفات كلهم تاع ما ورد كلهم زوينين وكيعطيو نتيجه. كيف ما قلت لك تقدري ديري زيت الزيتون، تقدري ديري اي زيت من بعد الماسك، تقدري ديري تمسحيه بماء ورد عادي. وديما كيف ما تنقول لكم ديما حاولوا ديروا الماسكات بالليل كيعطيو نتيجه احسن، لان صافي الانسان ملي كيدير ماسك للبشره ديالو صافي كيمشي يرتاح، كتعطي النتيجه اكثر واكثر. اللي بغيت نوصلكم عليها البنات هذا الماسك هذا جربوه، يعني راه ما غادي تدخل شي بنت انها يعني تدخل القناه يعني تدخل الفيديو على حساب التجاعيد، فلانها داخله البنت او اي سيده فانها داخله باغه الوصفه. وانا كنقول لك جربي هذه الوصفه هذه، جربيها وغادي تنفعك كيف ما قلت لك، وردي عليا في كومونتير. ونتمنى ان شاء الله ان كاع الوصفات اللي كنحط يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. حتى لهنايا تنقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، ونتلاقاو مره اخرى بوصفه جديده وتكون هي فعاله. وعافاكم البنات، ما تنساوش تخليوا لي كومونتير باش تزيدوا تشجعوني اني نجيب وصفات اخرين، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي اللي مازال ما اشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم، وديروا جيم. وانا ان شاء الله راه غادي نبحث وغنجيب لكم كاع الوصفات الزوينين اللي نتوما محتاجينهم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.